في فترة الوباء الحالية التزمنا بالحجر الصحي، بصح ساعات لازم نخرجوا لأسباب ضرورية كما القضيان اللي لازم يكون آمن باش يحمينا من خطر العدوى. اليوم راح نشوفوا التجربة تاع ياسين وهو يقضي، زعما واش راح يدير فيها. ياسين كي خرج ما كانش لابس كمامة وكان لابس قفازات ظن أنهم يحميوه. كي لحق ياسين للسوبرات فتح المقبض تاع الباب بيديه وما عقمهمش موراها. لازم نتفاداو قدر الإمكان نفتحوا الأبواب بيدينا، نفتحوها بالكود ولا بمنديل ونرميوه مباشرة. ياسين شد المقبض تاع الباني بلا ما يعقمه. المقبض يستعملوه بزاف ناس ويقدر يكون مصدر للعدو. ياسين بقى يرفد ويحط في المنتجات ومحير إذا مازال عنده في الدار ولا خلاصولو. من الأفضل نوجدو قائمة لمشترياتنا باش نقصو لمس منتجات يقدروا يكونوا مسوهم واحد أخرين، وهكذا نكملوا بالخف القضيان ديالنا. عدم مصافحة الآخرين والتسلام حاجة مفروغ منها لأنها من أكبر مسببات العدوى، مالا لازم نتفاداوها ونحييو حبابنا بسلام. ياسين مس وجهه بيديه وهو لابس القفازات اللي مس بهم بزاف أشياء من قبل. ياسين لصق في الناس ومحترمش المسافة بينه وبينهم وعرض روحه لخطر العدوى. الفيروس يقدر يتبعنا للدار، كي ندخلو أول حاجة نديروها نغسلو يدينا ونطفو القضيان تاعنا، نستعملو ماء بالجافيل باش نعقمو المنتوجات المغلقة وماء غزير للخضرة والفاكهة. رانا شفنا بلي ياسين رغم أنه التزم بالحجر الصحي كي خرج يقضي دار بزاف غلطات اللي قادرة تأثر على حياته وحياة عائلته. ما لازمش ننساو فيروس الكورونا ما زالو هنا، مالا لازم نكونوا واعيين ومسؤولين حتى في أبسط الأشياء اللي نقوموا بها، هكذا نحمي نفسنا والناس اللي معنا.